واحنا في الفصل كنت بتقول ان الكابتن اليماني يعني حظه سيء شويه. الكابتن اليماني بعد كاس العالم للشباب جاله عرض من يوفنتوس، فعلا عمل حادثه. الحادثه دي قعد 3 شهور في غيبوبه، اساسا حبيبي. هو مش داري بنفسه، فقد الذاكره طبعا. بعد الحادثه دي جاله يعني حاجه زي بدات تاثر على قراراته في الملعب، ما بقاش حاضر في ماتشات. حتى هو انا شفت له مقابله بيقول انا بقيت انزل الملعب بحس ان انا ساعات مش مركز يعني. بعد كده هو بعد ما كان في رايح اليوفنتوس راح اعرف فرقه في بلجيكا، بعد كده رجع كان جاي الزمالك حصل مشاكل، بعد كده طلع الاسماعيلي، بعد الاسماعيلي راح الاتحاد، بعد كده الشمس، بعد كده طلع على فريق في مالطا، بعد كده فنلندا. اعتزل هو 30 سنه، وانا شايف ان هو لو كان كمل من احسن، ممكن نشوف هيبقى من صلاح افضل تاني المهاجمين مثلا. في تاريخ. كان نعم. ممكن نشوف صلاح تاني لا مثلا. هو انا وجهه نظري هو كان عنده الامكانيات فنيا هو اعلى من صلاح يعني. تفتكر سوء الحظ ايه، انه صور الحظ التخطيط يعني كان محتاج حد يسوقه بشكل معين؟ لا حضرتك، هو الاصابه حرمته. بص هو ربنا، بص التوفيق لازم يبقى موجود. هو طبعا طبعا واحد زي صلاح لعيب اجتهد، صلاح اجتهد واشتغل على نفسه لحد ما وصل للمكانه دي، بس لولا توفيق ربنا كان ميسر له الامور. الكابتن اليماني ما حصلش معاه كده يعني. هو الراجل كان مجتهد والراجل كان محترف يعني، يعتبر من اوائل الناس اللي احترفت على فكره في بلجيكا وكده، وكان راجل ماشي كويس، لكن ربنا ما قرضش يعني. هو رب يعني عامة انت قدر فكرتنا يعني. بذكريات حلوة برضو. منتخب 2001 طبعا، منتخب منتخب المغرب غريب، خلينا البرونزية. نتفائل تاني بالمشاهد دي طبعا بعد طبعا. النصر اللي حققوه. جيل بقى مختلف، جمال طبعا حمزة ابو جمال مسلم. حمزة، حسام غالب، ابو مسلم، ابو المجد مصطفى، محمد شوقي، لا كانوا لعيبة اقوياء جدا يعني. تكتيك بقى جوزيه، واحنا عارفين مانويل جوزيه مع الاهلي يعني كيمياء غريبة جدا. بصي حضرتك، انا بعد ما بدات يعني دخلت في منطقه تانية، اللي انا بدات اجيب الماتشات القديمه دي اتفرج عشان اعرف تاكتكس الناس دي يعني. انا عملت حلقات عن تاكتيك كابتن حسن شحاته مع منتخب مصر، وخطه 3 5 2 استخدمها ازاي، ومانويل جوزيه وخطه 4 3 4 3، وبدات ابين الراجل ده، لان في ناس كتير حاصره تتكلم مثلا تقول لي مانويل جوزيه كان معاه لعيبه محظوظ. لا، مانويل جوزيه شخصيه قدر يكنترول اسماء كبيره قوي، لعيبه كبيره قوي، طور الكره في مصر. مانويل جوزيه يعني التحرك بدون كره، الثنائيات بين اللعيبه، جمله ال1 3، اللعب الكومباكت، تضييق اللعب ويوسع، بيعرف امتى يلعب يضيق نطاق اللعب ويوسع نطاق اللعب. لا، مانويل جوزيه انا شايفه ان هو اعظم مدرب دخل مصر يعني.